لكن أردت أن أشارك ولو ببصمة في هذا اللقاء المبارك، حيث استعرض المتدخلون جزاهم الله خيرا في كلماتهم القيمة المعالم الكبرى لسؤال الأخلاق. واستمتعت حقيقة بمداخلة سيدي إدريس مقبول حين تحدث عن شمولية مشروع العدل والإحسان، خاصة حينما يعني مشروع العدل والإحسان يجيب عن الإشكالات الكبرى لأخلاق الدولة وأخلاق الروح. لكن يبقى الجانب أو الغياب ديال المنظومة الأخلاقية للتدافع السياسي والعمل السياسي، يعني لم نحطه في هذه الجلسة ولو بمقاربة توطئية، خاصة حينما نعلم أن الأخلاق الفردية والجماعية فيها مقاربات كثيرة وأسالت الكثير من المداد. لكن تبقى مجال التدافع السياسي لازلنا في حاجة فيه إلى تنظير وبحث ومدارسة، خاصة أيضا حينما نعلم أن الحركات الإسلامية تدفع دفعت وتدفع ثمن إما ما يمكن أن نسميه بالدروشة الأخلاقية في واحد الجانب، أو ما يمكن أو في الجانب الآخر تنازل صعب في مبادئها الأخلاقية تحت ضغط تدني الممارسة السياسية في الواقع، في حين أن الإمام بث في كثير من كتبه مجموعة من المحددات في التعامل السياسي والتدافع مع الفضلاء جديرة بأن نميط عنها اللتام. سيدي عبد السلام تحدث حتى عن أخلاقنا حينما يكون مشروع الإحسان ضمن مؤسسة الدولة أو في مرحلة التغيير، كيف نتعامل مع مجموع الفئات. فهذا المشروع إذا أنجز سيكون نموذجا رائعا ومصفوفة مرجعية تستمد القوة من شمولية مشروع العدل الإحسان، وتعطي الثقة والضمان والأمان للذين لجميع أطياف المجتمع الذين نطمح أن يشاركون في عبء هذا التغيير. ملاحظة الثانية بسرعة شديدة، عنوان الندوة كان سؤال الأخلاق في فكر الإمام وسيرته، ولكن لم نعطي لسيرة الإمام جانبا كبيرا في الإجابة على سؤال الأخلاق. سيدي مولاي تحدث عن بعض الشذرات، وجيله الجديد للعدل والإحسان يحتاج إلى هذه السيرة مصففة مركبة وتكون مرجعا لكل واحد منا. وأقول قولي هذا وأستغفر.